أنا اسمي تاج الدين محمد، طالب بسنة ثالثة بكلية هندسة جامعة النيل. المشكلة تتلخص إن الأراضي دي اشتريتها وزارة الاتصالات وبنتها لصالح جامعة النيل بعقد حق انتفاع، ودي كان جزء من خطتها في تطوير المنظومة التكنولوجية في مصر. كانت عايزة تطلع كوادر متخصصة في التكنولوجيا علشان تساعد مصر ان هي تعدي المرحلة اللي هي فيها دي. فاتعملت جامعة النيل. بعد الثورة فوجئنا بقرار من الفريق احمد شفيق ان احنا نطلع من المباني. في الاول اتقلنا طبعا ان ده بس للتأمين، لان وقت الثورة ما كانوش عارفوا يأمنوا مبنى بالحجم ده. فطلعنا من المباني وفوجئنا بالقرار ان المباني دي هتروح للدكتور احمد زويل. طلبنا مطلبين فقط. المطلب الأول تحويل أو التصديق على قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، قرار اللي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات من فترة طويلة جدا، ولحد دلوقتي ما خدناش القرار. الموضوع برضو مش مفهوم. تاني حاجة إن احنا نرجع الأرض والمباني بتاعة جامعة النيل لجامعة النيل وفوراً.